السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة فكرة فنان، ومع فيديو جديد وفكرة جديدة مع بعضنا النهاردة إن شاء الله. فيديو النهاردة يا جماعة هيكون فيديو فكرته جديدة وجميلة إن شاء الله تفيد الجميع. وقبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة عاوزين لايك ومشاركة للفيديو تشجيعا لنا، ومش هنطول عليكم ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا على طول. اهلا بيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بالفيديو بتاعنا ان شاء الله، وهنشرح لحضراتكم الفكره اللي هي عباره عن تصميم للستاره. يا جماعه تصميم للستاره نقدر نستخدمه في اي منظر طبيعي، في اي تصميم 3D، نقدر نستخدمه في اي شغل، نقدر نستخدمه التصميم لوحده كده على الحائط. تمام يا جماعه، فهنخطط معاكم التصميم عشان يبقى ظاهر لحضراتكم قبل ما نشرح الفيديو بتاعنا. تمام، فكرة الستارة يا جماعة اللي احنا هنشتغل فيها النهاردة، طبعا ده بالنسبة للجنب من فوق، ومن الناحية اليمين ومن الناحية الشمال. تمام يا جماعة، انا هنا في المنتصف بتاع الحائط. تمام يا جماعة، وهاخد اول شكل بالنظام ده كده يا جماعة. دي هنا الستارة اللي هتبقى من فوق يا جماعة، اللي هي نظام ليها فرنتونة من فوق. تمام، برضو نفس الكلام هنا لنهاية الجنب بتاعي، وهنا لنهاية الجنب بتاعي بكل سهولة يا جماعة بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم. دي الناحية اللي فوق، طبعا الناحية اللي على اليمين والناحية الشمال دي بتبقى عبارة عن ستارة ملمومة بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. الجزء اللي فوق اكبر من الجزء اللي تحت. تمام يا جماعه، مقاربه يعني قد اللي تحت حوالي مرتين. تمام، ونفس الكلام الناحيه الشمال، ويا ريت تكون نفس المقاسات بتاع الناحيه اليمين. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم كده. بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده بكل سهوله يا جماعه انت بتخطط الستاره، يعني التخطيط مش صعب. اهم حاجه او الفكره بتاع الفيديو ان انا هديك شكل الستاره بتتعامل ازاي بكل سهوله وبساطه. تمام يا جماعه، وهنبدا الالوان. طبعا انت بتشتغل لون الستاره يا جماعه، يستحسن ان انا برضه هديك فكره او سر من اسرار المهنه. تمام، ان انت تشتغل لون الستاره مع الفرش اللي موجود في المكان، سواء موجود في المكان او لسه ما اتفرش، بتعرف لون الفرش اللي موجود في المكان ايه، وبتمشي مع لون الفرش اللي موجود في المكان. تمام يا جماعه، دي حاجه برضه حبيت انبه عليها عشان الشغل بتاعك يكون شكله متناسق مع المكان نفسه. تمام يا جماعه، انا هبدا املا الستاره بالكامل يا جماعه، هملاها اللون الاساسي عشان بعد كده ابدا اشتغل فيها بالتاثيرات. فبعد ما خططها زي ما انتم شفتوا كده بكل سهوله، هبدا املا اللون بتاع الستاره يا جماعه كده. اللون اللي معايا طبعا نبيتي، انت ما تتصابش بالالوان زي ما قلنا قبل كده في كل الفيديوهات، انت بتشتغل باللون اللي يعجب حضرتك او اللي يمشي مع المكان نفسه. الشكل ده كده يا جماعه انا بملى بالمسدس. تمام، انت تقدر تملى الستاره بالبلاستيك والفرشه لو انت حابب ان انت توفر في الدوكو، او لو انت ما بتعرفش تملى بالمسدس انت تقدر تملى التصميم بالكامل زي ما انت شايف كده بالبلاستيك والفرشه. تمام يا جماعه، هنكمل معاكم طبعا الملي ما فيهوش اي فكره، هنكمل معاكم بس الملي عشان ايه وقت الفيديو، ونرجع لحضراتكم تاني. وكده يا جماعه نكون انتهينا من ملي اللون الاساسي لشكل الستاره بتاعتنا بالشكل اللي انتم شايفينه حضراتكم كده. تمام، مفيش ابسط من كده طبعا، الشكل ظهر لحضراتكم في الصوره. الكل يركز بقى في الخطوات اللي جايه، يعني بالنسبه لنا ده كله سهل ان شاء الله، التخطيط سهل، وان انا املى اللون الاساسي بتاعي سواء بالدوكو والمسدس او بالفرشه والبلاستيك مفيش اسهل منه طبعا. نفس الكلام
طبعا الكل يركز في الخطوه اللي جايه. الخطوه اللي جايه يا جماعه هبدا اقسم التانيات بتاع القماشه بتاعتي. طبعا القماشه بتاعته وهي ملمومه بتبقى فيها قصر او تانيات، هبدا اقسم التانيات بتاعتي دي باللون الاسود، انا معايا اللون الاسود اللي هشتغل بيه تمام، ودي مش هتبقى الفينش طبعا او النهايه، ده برضو تاسيس لشغل تاني تمام يا جماعه. طبعا انا هبدا بالستاره اللي هي من على الجنب دي، هبدا هنا كده ايه، هتبقى فيه كسره او تانيه ضيقه، وبعد كده نعمل التانيتين الواسعين بالشكل ده كده. وهنا دي طبعا القماشه اللي هي لما الستاره بتاعها، هنا نفس الكلام كسره ضيقه كده بتبقى وسط الستاره. دايما كده الستاره وهي ملمومه بتلاقي فيه كسار ضيقه او تانيات ضيقه وتانيات واسعه. طبعا انا عاملها على خفيف زي ما شايفين حضراتكم في الصوره، لان لسه ده مش التحديد النهائي تمام يا جماعه. نفس الكلام هنا، المفروض ده اكتر مكان الستاره ملمومه فيه، فهبدا اخد منه ضيق على واسع كده يا جماعه بالشكل ده كده تمام. نفس الكلام هنا اهو، الشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم، ونفس الكلام هنا اهو. ودي يا جماعه بنعملها بنفس الطريقه بتاع دي. انا عارف ان الخطوط اللي انا عملتها دي ربما ما تكونش واضحه كويس في الصوره، لكن انا قصدي ان انا اعملها على خفيف، لان انا لسه هعمل عليها شغل تاثيرات. وهنا يا جماعه هبدا اعمل شغل التاثيرات بتاعتي باللون الابيض تمام. انا هبدا اعمل التاثيرات باللون الابيض، او الشغل اللي هيتعمل في الستاره باللون الابيض. طبعا الستاره انا هعمل فيها نظام شريط كده يا جماعه، انا يعني هعتبر ان القماشه بتاعتي فيها شغل شريط او لون مختلف كده في القماشه نفسها، فاكيد الشريط اللي هيبقى في القماشه نفسها بتاع الستاره، الستاره متنيه فاكيد هيبقى متني معايا، فبرضه الكل يركز معايا في الحته دي. فانا هبدا اتني الشريط بالابيض بالشكل ده كده، همشي مع القصر. الكسره الضيقه هعمل نص دايره ضيقه، الكسره الواسعه هعمل نص دايره واسعه، وهعمل نفس الكلام كده تحتيها برضه تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم. وهبدا املج بالداخلهم كده على خفيف بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم كده تمام يا جماعه. نفس الكلام في اللي تحت، وهبدا املى بالداخل ده بالنسبه لي كانه شريط في الستاره تمام يا جماعه، وبس متني معايا في كانه متني في الكسرات. عرفتوا بقى ايه السر ان انا اخطط الاول التانيه بتاع الستاره بتاعتي عشان امشي عليها في الشغل دلوقتي تمام. وهبدا نفس الكلام هنا اهو يا جماعه، طبعا المكان ده ضيق يبقى انا هصغر فيه الشريط بتاعي اللي انا هعمله ده، هنا واسع هكبر فيه الشريط اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. نفس الكلام هنا اهو، الشغل ده كله يا جماعه هيديني تأثير رهيب في نهاية الفيديو ان شاء الله تمام. نفس الكلام هنا اهو، فمش عاوزين حد يستعجل ويقدم الفيديو يا جماعه. الشغل اللي انا بعمله دلوقتي هيديك شكل خيال، محدش هيشرحه لك يعني، مش هتلاقي له شرح تاني يعني تمام. هنكمل برضو معاكم الناحيه دي برضو نفس الكلام اهو. وبكده نكون خلصنا من الشكل دواتي. هنبدا نعمل بقى يا جماعه، انا هعتبر القماش دواتي ان هو فيه شغل مطرز او مطبوع عليه شغل زي شغل النبرتي كده او الورد، فهنعمل يا جماعه على خفيف كده دورانات عكس بعضيها مجاربه لشغل النبرتي او شغل الاستنسل يا جماعه على خفيف خالص، وانا مش متاجل في الرسمه بتاعتي. بس
بالشكل اللي انتم شايفينه حضراتكم كده على خفيف يا جماعة، ولا تقل جوي ولا خف جوي، ده شغل مقارب لشغل النباتيه، هيظهر معانا الشكل ده في النهاية يا جماعة. برضو مش عاوزين حد يستعجل، اهو يا جماعة التانية بتاعتي بمشي عليها على طول كده عدل، اهو يا جماعة في الأماكن الصغيرة بصغر طبعا، كبيرة بتكبر معايا، أي شغل كده عشوائي تمام. هنخلص معاكم الباقيين نفس الفكرة كده تمام، حاجات كده عشوائي لأن ده مش هيظهر دلوقتي، وهنرجع لحضراتكم تاني. وبكده يا جماعة نكون انتهينا من الشكل اللي احنا قلنا هنعمله باللون الأبيض يا جماعة، اللي هو هيظهر الستارة بتاعتنا او الفكرة بتاعتنا النهاردة اللي انت مش هتلاقيها ان شاء الله في اي مكان تمام. وهنبدأ نفنش الستارة، او هنبدأ نظهر الشغل ده يا جماعة، اللي هو شغل الستارة اللي المفروض هي الستارة 3D، انت تقدر تصمم بداخلها اي تصميم تاني يا جماعة، وتقدر تسيبها بالشكل ده تمام. هنبدأ نفنش الستارة، بسم الله، ده باللون الاسود طبعا اللي معانا، وهنبدا ناكد على الخطوط بتاعتنا بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. تمام يا جماعة، عملنا الخطوط بتاعتنا او زينا على الخطوط بتاعتنا، نبدأ نركز في الاماكن اللي فيها ظل يا جماعة. انا بالنسبة لي ده اكتر مكان فيه ظل، لانه اكتر مكان ملموم، فهبدأ اظلل فيه بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده من فوق ومن تحت. التانيات بتاعتي هشوف الضوء بتاعي جاي منين، وهبدأ اعمل ظل ليها يا جماعة عشان تظهر التانية بتاعتي. انا الضوء هيبقى جاي من على الشمال، هبدأ اعمل ظل من على اليمين من الخط اللي انا واخده ده كده، على مفيش على الشمال، نفس الكلام هنا اهو. هنا طبعا الستارة دي من فوق والستارة دي من تحت، هبدأ اعمل ظل من تحت، وابدأ اظلل دي معايا اهو. نفس الكلام هنا اهو. تمام يا جماعه، هنا في نظام دلايات يا جماعه، انت تقدر تزود اي حاجه. انت طبعا الشغل ظهر معانا ما شاء الله، شغل الساره حقيقيه مفيش كلام. هنبدا نعمل شغل دلايات هنا كده، الشكل اللي شايفينه حضراتكم كده، انت طبعا بتقدر تزود حاجات كتير. شفت شغل الدلايات مفيش كلام. هنبدأ نكمل معاكم الجزئية دي يا جماعة، الجزئية الأخيرة تمام، ونرجع لحضراتكم. وبكده يا جماعة نكون انتهينا من الفكرة بتاعتنا تمام، بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. ده تصميم كامل تقدر تعمله في جنب من غير أي حاجة، وتقدر إن أنت تضيف طابلوه بالداخل تمام. طابلوه هنا يا جماعة، تقدر تضيف تصميم لتنجيدة، منظر طبيعي، أي تصميم أنت عايزه تقدر تشغله وسط تصميم الستارة دي تمام. ويا رب نكون قدرنا نفيد حضراتكم والفكرة تعجب الجميع. ولو الفكرة عجبت الجميع يا جماعة عايزين لايك يا جماعة، كل اللي بيسمع مكسل يدوس لايك ليه تمام؟ عاوزين لايكات ومشاركة للفيديو طبعا تشجيع لنا، واللي مش مشترك في الفيديو يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل علشان اي جديد يوصل لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.